يا الله، خلينا نجهز القعده. هاي جيكس، ويلكم باك تو مور ريزيدنت ايفل 2 ريميك. معكم حسان سالم الحايس، حايس كتير. ما فيني الا بفكر بهدول المكانين قاعد، اللي فوق بصراحه انا مش خاطر في بالي اي مكان اروحه فيه مكتب، مش عارف. بس اللي تحت انا بتذكر بفيديو من الفيديوهات علقت في مكان انه فيه مسجل، وصرت اقول انه ذكرنا بايام زمان والمسجلات والكاسيتات. في مكانين بتذكر كان فيهم مسجلات، واحد شوي بعيد والتاني ابعد. وبما انه اللي فوق مكتب وتليفون، ليش خاطر في بالي مكتب تشيف ايرونز؟ بس احنا اصلا ما وصلنا له مكتب تشيف ايرونز، بده مفتاح القلب وما اخذنا مفتاح قلب، مش عارف. طبعا الفيديو اللي فات وانا بمنتجه، العذاب اللي تعذبته ما اظن حدا تعذبه. ليه؟ شايفين هذا المفتاح؟ في باب المفروض نفتحه بالسيورز تحت بالمجاري، بس انا ضلتني داعس. ليه؟ لانه المفروض اجيب معي حجر الشطرنج القلعة لحتى ينزل جسر وافتح الباب المسكر ورا، ولازم نرجع للخزنة اللي بدها الرقم السري SZF. متذكر؟ مش مشكلة، قول طريقة الرجعة. لا 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 لا، في ليكر. في ليكر. طريقة الرجعة شو اسمه؟ دقيقة شوي. رح نرجع من عند السيورز، فان شاء الله ناخذهم او لازم اخذهم، يعني مش حترك اشي وراي قبل ما نطلع احنا وايدا. بدي اجي هون اخذ هدول، وبعدين صحيح لازم انصحكم نصيحة جيكس، لازم. طريق من وين؟ استخدموا الخريطة، ما تعملوا زي ابدا. ايش دي؟ بس خلينا اشوف هالشغلة. ستارز اوفيس، مكتب ستارز. خليني اطلع بالله على مكتب ستارز، على مكتب ستارز، لانه بتذكر في مكاتب فوق. الصورة فيها مكتب، ومكتب ستارز فيه مكاتب. بما انه قريب هون هو، صح؟ في صوت ليكر. انا مجهز الشوت جان خلص. anyway، بما انه قريب وفيه مكاتب، فممكن يكون في المكان السري. ان شاء الله يا رب، ما اتوه، لانه انا مش حمل توهان، ما معي. رصاص واشياء، انا مسروع. من وين الصوت؟ هيو فوق. اسمع حسان، داير ظهره وبتطلع من الشباك على الطبيعة الخلابة، او بعاكس صاحبته اللي كراية. اسف خلص، بليز جو اواي. ها هلا هون في مكاتب. اوكي، بس مش عارف شو اعمل. المفروض اعمل اشي. يا الله، يمكن هون في مكاتب المفروض، مش عارف. هي شو هاد؟ ودن بوكس، صندوق خشبي. What is this? There is something inside. في شيء جوا، بقول لي. Hey, red dot sight. A custom part for the lightning hook للماجنوم that allows for lightning fast aiming. بسرع التصويب للماجنوم. أنا ليش كوشن وماكل هواء؟ يا بدي اوه، انا بأشعر بدني لما احل غز. طيب المكانين اللي بحكي عنهم، واحد بعيد والتاني قريب. القريب بقدر ارجع له. لا تسم بدني لكار، لا تسم بدني. انا حرجع من هون، ما راح امشي من تحتيه، خلاص من هون مش مشكلة. استنى، انت فوق.
على فكرة مش فوق. لا لا خلص خلص ارجع من هون حسان. لا واقف لي هناك، لو ضل لو ضل فوق يخرب بيتك. لو ضل فوق معلق كان مشيت من تحتي واختصرت الطريق. بس لا في طريق مختصرة من فوق من المكتبة، انا في تحت ليكر بديش اروح من عنده. انا رح اكون بطيء، اي خطر رح ارجع. بدي احاول عاد ما اقدر اجيب كل الشغلات الخفية والالغاز بدون ما اطخطخ لانه ما معي رصاص. ورح وانا كل امل انه المعامل طلع طلع هالخيال، طلع طلع هون على اليمين هذا الخيال المقرف. خيال ايش هاد؟ شو انت؟ هي هذا نفس الملكان اللي بالجزء السابع الكبير اللي بيكون في ال شو سموها في 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 العلية، عرفتوها الملكان الابيض نفس الاشي. انا ماشي بطيء. يما نفسك خرعني، نفسك خرعني يغرب بيتك. هون قتلت الليكر، مش ضروري يطلع مرة تانية، خلص. وهي جثته على الأرض. أنت لا تصحى، هاي لا تصحى. الوضع تمام؟ أوكي، الوضع تمام. خليك ماشي. هاي وين مستر إكس؟ مستر إكس راح؟ وين راح؟ روح بلا رجعة، حل عنا حل عنا. انا بصراحة الليكر بخاف منه اكتر يعني. لا والله مستر اكس رعبني، والله رعبني اكتر يعني. بس الليكر لانه سريع، الوحوش السريعة موتر الاعصاب. الليكر، الكلاب، الهانترز توتر فظيع بيعملوني. انا موتر خير شر. بعدين حكيتولي حسان اقتل مارفن عشان ترحمه. انا معيش رصاصة اقتله، خلص هيا تحت مرمي. اوكي اوكي حسان ركز. اوكي المكان اللي بدي اياه هو اول مكان او من اول الاماكن اللي دخلنا عليها. بتذكر اني شفت، تعال تعال خلصنا هلعنا. You know what؟ خلص خلص خلينا نقتله. خلص خلص هذا راح يتعذب، راح يتعذب. I'm sorry مارفن، هات سكينتي. انت بتنفس على فكرة، بتنفس. I'm sorry. I'll stop this, Lieutenant. I promise. بوعده انه يوقف هاي المصيبة اللي صارت او اللي عم بتصير. الزكام هلكني انا. والكحكحة هاي مزعجة. فسوري اني بكحكح. اوكي المهم. المكان اللي بدي اياه قريب. هون؟ لا لا لسه مش هون، في البداية حسان. غرفة الأخبار، ما أخبار، في كاميرات. لأنه إذا ما كان الإشي اللي بدي إياه في هاي هون، في هاي الغرفة. إذا ما كان الإشي اللي بدي إياه هون. هات شو بيعمل؟ إذا ما كان الإشي اللي بدي إياه هون، في رح نرجع رجعة من الآخر. لا ابعد عنه حسان، شوف لك مسجل. خرب بيتك شو بتعمل قاعد؟ وات؟ شو هاد؟ فيول؟ غاز؟ 400؟ What is this؟ تريجر هانتر اخذت تروفي اسمها صائد الجوائز. حل لا تركض لا تركض في ليكر ولا ايش؟ ايش هاد؟ فليم ثرور. اوه
للفاير. عيش حياتك. انا مبسوط انا مبسوط انا مبسوط. يا الله ما اسهل منيح. بداية خير. انا مبسوط انا مبسوط. المسجل الثاني اللي بحكي عنه متذكرين هذا باب متذكرين الشرطي اليت اللي بيزحف بهداك المكان بعيد. في اشي تاني ضل هون. حسان خد هاي وهاي. الله يستر الله يستر. هاي طريق ملغمة فالله يستر. خليك امشي انا ما رح اركض لان بمجرد ما تركض هيك تكبس L3 اللك اذا في لكر على طول بركض وراك وببهدلك. ايش بدي اقول؟ لا تغلطوا غلطة جيكس واستخدموا الخريطة. الخريطة كتير بتساعد، بتفرجيك الابواب المسكرة وشو المفاتيح اللازمة واذا في اغراض تاخدهم. انا المشكلة انه كل اجزاء ريزيدنت ايفل هون احنا يا الحمد لله خير فيش حدا الحمد لله. صورة مارفن اوفيسر اوف ذا مانث. كنا في حدا جوا. قريب يخرب بعقلك. Just great. Just great. Great. Go away. هاي. وين ال... فريك 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 فريك. He's dead. ايش فيش فراغ يعني؟ لا على فكرة في فراغ. استنى. في هون باودر صح؟ وين باودر؟ وين باودر؟ هيو طيب باودر. نعمل هيك نعمل هيك وبنعمل او ماي جاد. طيب ما في فراغ. راح اضحي على هاي السكينة لانه اصلا هي ماكلة هواء. هي اصلا خلص قصدي هيك. القنبلة اكيد اهم. خلص ميت اصلا فيش اشي فيها. السكينة دابت الحمد لله الحمد لله. خربيته كان كتير قريب. ونصيحة تانية امشوا مشي. والله امشوا مشي. المشي بيحميكم من كتير اشياء. ايش كنت بدي اقول؟ في كمان شغلة مهمة. الخريطة. كل الاجزاء القديمة لريزيدنت ايفل جيكس اصحابي كلهم ختمتهم بدون ما اشوف الخريطة. يعني اذا لاحظتوا يعني اللي تابع القناة، انا لعبت ريزيدنت ايفل 0 وريزيدنت ايفل 1 ريميك وريزيدنت ايفل كود فيرونيكا و7. اذا بتلاحظوا بالتختيم ما فتحت الخريطة نهائي. ما متعود هيك مش عارف. هاي الشغلة على فكرة بتقوي الذاكرة او بتجيبك اكتئاف يعني بتاكل هواء. في كل الحالات. اوكي في شيء تاني ضل. والله اعلم هذا باب القلب ما راح نفوتهم. يعني الباب اللي بدهم مفتاح القلب ما راح نفوتهم مع ليون. المكتبة هاي ليش احمر؟ في احد الاصحاب حكالي انه معناته فيها اشي. فانا راح ارجع للمكتبة هلا بما انه الطريق سليمة. في رصاص في الطابق الثالث. جيكس انا راح اعمل حملة هلا استكشافية. مش راح اطول كتير بالاشي. الطابق الثاني. خلينا نروح على المكتبة. مش عارف دورت في المكتبة ما لقيت اشي. مش عارف ما لقيت اشي تحت. هون في رصاص. على فكرة في رصاص هون. امشي ماشي حسان. هيا في رصاص. اوه والله حلوين 12 رصاصة. اوكي هيا رصاص. في رصاص بالمكتبة. 12 رصاصة هون جيكس. هيك نشفنا كل مركز الشرطة، أخذنا كل إشي. الطابق الأول فيش إشي فيه. الطابق الثاني كله تمام. الطابق الثالث كله تمام. الطابق الرابع كله تمام. Let's go back.
بس هلأ في سؤال، هاي هل إلها كمان استخدام؟ لأنه ما أعطتني علامة الصح الأحمر إنه خلص. مش عارف، بس أنا كتير معي أشياء. رح أحطك على جنب وإنت على جنب. المفتاح خليك، ماغنوم لا خليكم خليكم. يا سلام، ليتس جو. او خلينا نعمل سيف، على فكره وضعنا منيح احنا، خلينا نعمل سيف. او ماي جاد، او ماي جاد، البادج البادج، خدها خدها، عليها صح احمر، عليها صح احمر، خلص راحت ديسكارد خلص. اوكي شايفين، معناته هذيك الاشي الاحمر هذا اللي بلف له كمان استخدام، بس بعرف شوين. هيا شايفين هذا الجسر، لازم اجيب حجر الشطرنج القلعة عشان ينزل. وانا بمنتج الفيديو اللي فات تعذبت وانا بشوف المنظر. ام سوري، انت على فكرة تبهدلت. ام سوري، رح ارجع هون انا. ورا هذا الجسر في المفتاح. دعمت. كنترول روم. هون لازم نرجع. احنا هون ال هون الخزانة. بس مش عارف كيف بدي ارجع. هينا. حاول. يا رب ما يكون في وحوش كبيرة، يا رب ما يكون في وحوش كبيرة، يا رب يا رب يا رب يا رب. دقيقة حسن، طلع على الخريطة شوي. ايش هذا الأحمر؟ دامت. سبلايز. بلاك سوكت. شو هدول؟ اوكي هذا محل ما اخذنا الملك ومش عارف ايش. لا بس قصتك بعيدة عشان نبتة زرقاء، حل عني. انا بدي اروح للخزانة بس مش عارف كيف، مش عارف كيف. مصيبة اذا في وحوش بيطلعوا لي هلا، والله مصيبة. هذا بتنفس. يا رب يا رب يا رب. ايوه الحمد لله الحمد لله. بيي قلبي قلبي، انا مش عارف اذا الطريقه صح ولا لا، لان مش عارف كيف بدي اطلع فوق عند الخزانه. anyway ما هو اذا وصلنا الخزانه في، بتذكر من عندها بننزل لحد المكان اللي فيه حجر الشطرنج. صح هيك. هون ايدا، ايدا قاعده جوا. استني، قاعدين منلفلف منلملم اشياء. استني يا وليه، ايه ده المزو. انا مبسوط على فكره، وصلنا الحمد لله الحمد لله. هيا هيا الحمد لله. ايش هو؟ اس زد اف، ماستر اوف انلوكينج. اخذت تروفي اسمها سيد فك الاقفال. شو هاد؟ ماغنوم. 12 رصاصة، 12 رصاصة ماغنوم. يعني إذا هدول مش محرزين ما بعرف شو اللي مش محرز. طيب هلا بتقدر تنط من هون أنت صح؟ نط نط. أنا يعني متذكر هاي الطريق. نط نط. تمام. هلا هون بتعرف شو بدي أعمل؟ هدول الأحجار. وين القلعة هو؟ هذا. أيوة بروك. لاحظوا الحجر برضه مش معلم بالصح الاحمر، والهذا اوكي عشان نستخدمه. طب الباقي عليه صح احمر برضه؟ لا بدي احطهم بالصندوق الاحجار، بركي بدنا بركي بلزمه بشيء. دقيقة خليني بس اعمل هيك عشان اخذهم، بدي اخذهم بدي احطهم على جنب. برجع الباقي حسان. هي
هلا رح نستخدم حجر القلعة والمفتاح، فخلي هذا احتياط. بس من وين الطريق المختصرة بالله؟ من هون اي ثينك. الحمد لله الحمد لله كله سليم، ما فيش وحوش ما فيش اشياء مزعجة الحمد لله. ايوه الحمد لله. ايوه هي الباب هيك تمام. هيو اوب 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 ها يس. شو صار في المفتاح؟ علم بالخط بالصح الاحمر خلص. ديسكورد ايش مخبيت مخبيت لنا هالغرفه؟ اوه باودر الحجم اللي الكبير. اوه رصاص للماء للشوتجان يعني كومباين. خمس رصاصات حلوين. ها هيك هيك نهنشه عن الهباب اللي عملته بالفيديوهين اللي فاتوا. هلا يعطوني هيك شويه اعشاب. يا سلام حسان خذ الحجر الشطرنج بلاش تنسى. ايوه هلا احنا باتجاهنا لايدا. في اشي تاني ما عملته، في الغاز ما حليتها. يا رب اكون ما نسيت اشي. والله اذا نسيت راح ازعل. ويش حزعل هلا؟ هو بعوض الموضوع مع كلير بس حزعل كتير لانه انا بحب هيك. انا عم بمخمخ عليها اللعبه جيكس، عن جد عم بتمخمخ عليها، بستكشف كل اشي وبحل كل اشي. مش مستعجل اختمها بصراحه. او ماي جاد الكاميرا حتفصل دقيقه. هلو انا مش مستعجل عليها صدقا، مش مستعجل. ليش استعجل؟ من رايح انا؟ ليش استعجل؟ اللعبة كلها بدها استكشاف وبدها اشياء. نحن في طريقنا الى ايدا وونغ. يا رب ما اكون نسيت اشي يا رب. خلينا ناخذ نظرة سريعة. شو هاد؟ فيديو بلاير. اوكي عملنا الفيديو. بلاج سوكت. هون حل لغز الشطرنز شطرنز شطرنز. هون الا اكون نسيت اشي شكلي. لا هذا الجسر. اوكي هون معلم بالاحمر عشان بده اياني احط الحجر الشطرنج للقلعة عشان ينزل الجسر. اوكي حل عني. واذا ناسي اشي خلاص مش مشكلة. المهم الغاز الغاز. هون هذا منور لي الطريق لاني ناسي عشبة زرقاء. المهم مش الغاز، المهم مش الغاز. وقفولي وهيك خلص. جاهزين نروح على المعمل جيكس؟ حزينة ايه ده، جوز نامت وغفيت وطبخت وجلت وكله. هلو فريك وضعنا زفت. لا بالعكس وضعنا كتير منيح، بس بدي هيك عشبتين هيك نعنش حياتي. هلو فريك ليتس جو. بسم الله الرحمن الرحيم. يمه This tram is bound for Nest. Do not exit until the final destination. You know what I was thinking? I can't wait for the FBI to raid Umbrella headquarters and take those bastards to justice. I agree, but to be clear, you're not working in official capacity. This is a federal case. Once we get the G-virus, I'm back on my own. Hey. Leon, trust me? You trust me? Honestly, if I didn't, you'd probably be dead. Right. I thought I might need your help, and I was right. If you can secure the G-virus, I can make sure what happened in Raccoon City never happens again. Ada, you said it yourself. It's a federal case. I don't have the authority. Look at me. I'm a liability now. If I'm gonna finish this case, you're the last hope I've got. I'm not just gonna leave you here. What if you're attacked? What if you need help? I'll be fine. Don't worry about me. I gotta see this through. And I want to see you again. I got plenty to live for, trust me.
Now, arriving at Nest. Go. Please, we don't have much time. You're gonna need this. Okay. Leon. Counting on you. I know. والله الليون دون جوان عصره وأوانه. المهم أنا بتذكر إن اللعبة القديمة في سيناريو من السيناريوهات إيدا تقبل ليون بس مش مزبوط دامت anyway. هي بتحكي له أنا خلص بدي أبعد هلأ لأنه أنا صرت عبء مجروحة وراح مش راح أعرف أساعدك فخذ هالإسوارة عشان تمشي معك الطريق وأنا واثقة فيك وخلص لما توصل للجي فيروس ويصير معك رح تصير يعني مصيبة راكون سيتي مش رح تتكرر مرة تانية بس هي لساتها عم بتكذب عليه وعم بتقول له انه هي عميلة FBI بس هي طبعا مش عميلة FBI هي جاسوسة بس لسه عم تكذب عليها هاي الكذبة anyway والله يا ليون خرب بيتك في سيف في صندوق خلص انت روح على جنب وانت شو قصتك انت خليك لانه مصيبة اذا لقيت اشي استخدمك فيه وما استخدمك ايش في a great need for a shower اخذت تروفي اسمها a great need for a shower انني بحاجة الى الاستحمام يعني ايه ده يمكن بعثت لي مسج anyway مبدئيا ما راح يقيم اشي من عندي وات اخ امبريلا وشعار امبريلا التحفه خايف اركض انا يلا اعمل سيف ممتاز بحبش في الماكون بحبش في الماكون لسه بتكذب عليه حكا ما هو لسه ما هدول بداياتهم يعني هي ممكن تكون حبيبته ومعجبه فيه بس لساتها تعتبر جاسوسة فأكيد مش رح تعطيه كل الثقة وكل الحب وكل المش عارف ايش فإلا تخلي خيط كذب انها عميلة FBI For your safety, stand clear until the doors are fully open For your safety For your safety, stand clear until the doors are fully open For your safety, stand clear until the doors are fully open Welcome to Nest. Enjoy your visit. هاي اللي بتحكي تحفة. استمتع بالمكان بتقولي. حاس حالي فتت على لعبة Dead Space. والله بتعرف لعبة Dead Space من أحلى ألعاب الرعب اللي لعبتها على الأكس بوكس. بتجنن. ثلاث أجزاء. كل جزء أحلى من الثاني. Okay. I wonder where the G virus is. Oh, what is this? Nap room log. What إيش هاد؟ هدول اسماء ناس موجودين بغرف بس في اسم انه ساعة اللي فاتوا وساعة اللي خرجوا بس في اسم وين لي محطوط الساعة اللي دخل فيها بس مش محطوط الساعة اللي خرج فيها غريب what is this ID rest band او واو الاسوارة اللي معنا هاي شكله راح تسمحنا نفوت على أكثر من مكان بس لازم نغير الشريحة اللي فيها هيك النوت حكت هات نعمل سيف على السريع نايس هذا كله جديد جيكس هذا ما كان أنا مش حاس حالي بلعب اللعبة القديمة نهائي أنا حاس حالي بلعب تحفة فنية رائعة اسمها Resident Evil 2 Remake بعرف القصة بس يما احلى شوت جون دور منيح حسان هاي ساعة ريزدنت ايفل 7 اللي بغرفة الحجة دابت ثانك يو هون مليان نوتات انسوا هاي الخريطة اوكي بيتزو بايشو بحب البيتزو أنا بحب البيتزا تكون سادة
عجينة ايش اسمه رفيعة كريسبي بتقرمش والصوص البندورة مش كاتشاب، في ناس تحط كاتشاب مش داكي، لا صوص البندورة مع الريحان مع البصل مع مش عارف ايش هذا الاشي الفظيع جعت انا، وتكون هيك جبنة محترمة عليها مبشورة، هذا أذكى اشي. ليش اكسس دي وات؟ انا فيزيتر، طب كيف بدي اغير الاشي؟ I recommend that acts as an electronic key. It is currently installed with a visitor level access chip. معقول في اشي لازم اخده؟ كأنه او في باب شفتوا الخريطة؟ شفتوا الخريطة ومحاسنها؟ في باب طلع مش شايفه. مهم نروح على الكافيتيريا ولا على الحمامات؟ صراحة أنا من الخوف مزنوق، مسكر الطريق أصلا. جهز حالك، جهز حالك ونفسيتك. هذا ضاوي بالأخضر، افتح. في غيرك؟ او ماي جاد، ها اي سون اوف ا بيتش. لا وعد، لما يقربوا هيك ويركضوا بصيروا زي الزفت. اطلع تعالي اعطيني مساحه، تعالي يا ولد. لما يقربوا علي هيك ويركضوا بتلبك بتلبك. افقعوا هم كلهم معك معك معك. العمى بوجهك. في اشي هون. I hit myself. يا عمي خلاص. ريك ريك كسرت الهاي ربيتك. Shut up. You're freaking dead. ربيتهم بس يقربوا بيسرعوا الواحد. Oh my god طلع هذا ايش تعمل؟ خليكم بعد عشان اعرف اصوب عليكم. ايوه هيك شو هاد لما يقربوا هيك ويركضوا والايدين تطول. Our menu is designed for your nutritional needs using our latest biological research. Please enjoy our tasty selection of healthy foods. اوه والله امبريلا تتعامل مع الاكل الصحي بس. قلت لك الكافيتيريا فيها بس اكل صحي. صحتين على قلبك. ايش بالنسبة للأكل الصحي؟ هذا صحي شوكولاتة ومش عارف ايش، الله يقطع صحي. طلع شوكولاتة وهبل، هذا مش صحي، هاد فلافل. صح النوم. بو بو خليكم بعاد. او ماي جاد بو خلص ببيتك. في شي هون لازم، اوه في باودر لارج، في باودر وفي رصاص وفي فلافل. حسن لا تركض عشان اذا في زومبي ما يصحى. وينه؟ ايه بدل اللي راحت. في باودر، شفتوا الخريطة احسنها. اخ جزء لو عملت هالشغلة قبل كان سهل علي كثير أشياء، صح؟ anyway anyway hello freak. وين الباودر؟ معقول لازم نطلع هون؟
باودر اللي موجود لارج. اه فكره هو بالشقه الثانيه. اوكي دكتور كود بالغلط. هلا بيجي لك زومبي ببلعك. ايش هاد؟ بانكيك فطيره بالفلافل شاورما جعت. كيف جعت؟ اوه يس ذس وان از ا فريك. بس انا هيك ما ضلش معي ولا اشي. من وين؟ هيك مش قابل يموت. حل عنا بدي يطلع لي من السلم. خلص اكم رصاص اخذ مني. اوه بدي سكينه. شو هالبلاوي هاي؟ ما بقدر اعمل ولا اشي. ارجع ارجع. معلش يور ديد صح؟ في سكينة على فكرة ينعنها. إذا أخذت الهيلث لا 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 مش هاخذ هيلث. أنا أوه شوت جون. اوه ماي جاد هي ريست باند الكترونيك تشيب. يا عم اعطوني صندوق. لا هيك كثير هيك كثير. ريجوليتر فليم ثرور. هذا اشي بنضاف لل لقاذف اللهب. وينه كومباين؟ شو صار شو صار؟ شو صار؟ يساعد فلقبك مش كومباين. وينها؟ makes fuel last longer بيخلي الغاز يطول أكتر ما يستهلك كتير. وأنا معي 200 وحدة و400 هناك. أو يما خيال ليون لمس فلافل خراني. إيش هون؟ MUF هون إشي بس لازم أرجع للصندوق. الصندوق بعيد. قول الصندوق بعيد بس انت شو اسمه يعني قتلتهم كلهم. اتس اوكي على فكره مش اتس اوكي. فيش طريق للرجعه من هون حسان. اخس اخس او سكينه اخس. فيش طريق. راح اضطر اعمل هيك. اضطر اعمل هيك. وين ايده هذاك؟ دامت تعال هات. اوه this might come in handy. اه رح تستفيد. فاحنا بنعمل كومباين. صرنا جنرال ستاف صرنا موظفين وفي فراغ. فمنروح بناخذ السكينه. ايوه يلا. طيب الجنرال ستاف اللي هو بالازرق يعني هذا هذا. اوكي احنا رجعنا على فكره. طيب ناب روم سيركت بريكر. اوكي طيب اوكي في باب هناك. يخرب بيتك منو طلعت منو صحيت؟ انت نفسك انت نفسك. خلص خلص قبل يموت. You know what? You are a freak. لا 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 حسان خلص. في شغلة مزعجة على فكرة. ليش لما اكبس L1 بروح بيختار القنبلة ركض؟ ليش مش السكينة؟ منيح اللي بمسك حالي انا بالاخر. طيب لازم نستغنى عن شوي. Your presence is urgently requested by Chief Cartwright in the east area.
التشيب اللي اخذتها الشريحه من وين لي، متذكرين في الاول لما قلنا انه في وين لي دكتور او إشي محطوط تاريخ دخوله بس مش موجود تاريخ خروجه، هداك اللي ممدوده ايده مقطوعه واخذنا الشريحه منه، هو هذا وين لي. دامت انت روح جنب، خلص زهقتني. وانت برضه روح جنب ليجيك لازمه، وانت كمان خلص هيك تمام. هيا فيول، بدي اخذ النبته الحمراء لانه حاسس ممكن الاقي واحده خضراء. عندي فراغين خلص هيك تمام، هات نعمل سيف. يما ليتس كونتينيو. اوكي حسن لا تركض، حسن لا تركض، حسن لا تركض. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. او ماي جاد، انت بليز لا تصحى بليز. سبيشال فورسز ريكوردينج، في اشي مسجل بالصوت او لا؟ ايش بيقول؟ دام جي فيروس ان ذا ويست اريا، في المنطقه الغربيه. هذا تسجيل للعمليه اللي صارت اغتيال دكتور ويليام بيركن. وشو صار؟ هذا واحد من الفرقه اللي راحت تختال ويليام بيركن. يب. فبقول لك انه احنا هلا شايفين الدكتور وراح للمعمل ووصل للجي فيروس واخذ الجي فيروس، فهلا بدنا نوصل له. فلما اجوا بدهم ياخذوا الجي فيروس منه، شفناه احنا بالفيديو اللي فات شو صار، انجن وحقن حاله بالفيروس مش عارف ايش. او ادمنستريتور، هون بدنا حدا، بدنا شريحه المسؤول عشان نطلع بالاسانسير. anyway east area، بس لا احنا بدنا نروح على الويست اريا هون. يما اوكي اوكي، بس عشان نروح على الويست staff clearance required for bridge access. upgrade your ID wristband، لازم نغير الشريحه. يخرب بيت امبريلا وسنين هي وهيك بنايه. E02 متذكرين E01 ايفلين من Resident Evil 7؟ anyway هاي نبته، خدها كلها وحطها على راسك وعمل سيف. ليش عمل سيف؟ لانه في مصيبه رح تصير. هذا الهدوء الذي يسبق العافصه، العافصه. في كثير ناس واصحاب برضه ومنكم برضه حكوا لي انه هي نبته، شفتوا كيف الله يعني سبحان الله اخلط الحمد لله. انه من ضمن الشغلات اللي ضايقتهم من اللعبه انه ما كان في الغربان ولا الهانترز ولا الفراشات هذول ولا العناكب. ف مش عارف، انا بصراحه كنت اتمنى اشوفهم، اشوف تخيلوا نشوف نسخه الريميك من الهانتر من الاخر. هاي في سيف هون، صندوق. انا بصراحه كنت حابب، بس مش كتير معترض على الموضوع، يعني مش كتير متضايق، مش لدرجة اني اتضايق من اللعبة عادي، لانه تصاميم الوحوش اللي شفناها لهلا اشي من الاخر. طيب هلا بدنا نعمل رصاص، على فكرة معي واحدة لارج انا صح؟ يب let's do this. بلزم بلزم. اوه 29 رصاصة، ووو extremely nice، حلو. بس هلا انا اذا في شغله ضايقتني، مش ضايقتني يعني هيك، انه كنت اتمنى انها تكون موجوده. كل ما اشغل اللعبه في البدايه لما بدي احط ستارت، يما لما بدي احط ستارت كنت اتمنى انه في صوت اللي هو Resident Evil 2 هاي القديمه، كنت اتمنى تكون موجوده بس لا ما في. هذه كل ما اجي اكبس ستارت اقول اخ يا ريت لانها موجوده. ها؟ ها؟
What the freak? ايش؟ اه هيو على ايده النسوارة. ايش هي؟ هادي نبتة ولا امال ايش هيك؟ Jesus. What happened here? What happened here حبيبي؟ هون في اشي. لا في الجزء الاول في نبتة بلانت 42 النبتة 42. Senior staff clearance required for computer access. طيب معناش ايش اسمه؟ ما بتذكر في نبتة بالجزء الثاني. وات؟ بلا في شي هون. حسن لا تركض. يي خرب بيت الباب فتح صرعني. وات؟ حس حالي رجعت للجزء الاول انا بس على اوسخ شوي. يما ايش هاد ايليان؟ ليش هيك هاد الوحش؟ هاد اشي غريب. لا بليز لا بليز لا هي بليز لا 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 في اشي صح؟ هلو son of a bitch son of a freak son of a freak ما بيموت what معلش اوه هذاك صحي هلو شيت خلاص ايش هدول الوحوش لسه من شوي كنا نحكي هانترز ومش عارف شو هدول وحوش جديده ها منظرهم مقرف. او ماي جاد انا بضلش معي اجي استنى قبل ما تاخذ هاي بركي في اشي اهم او لا خلص في صندوق ورا حسان في صندوق. What the freak input code. او ماي جاد لغز لغيز لغوز استنى هلا لا بنشوف شو قصته هذا الا يكون في نوت و What ايش؟ ايش؟ Dispensing solution now. بدنا نحط او ولا بدنا نحط اشي. شو هاد؟ معيش فراغ. خليه. هذا بيفتح. For gods. لا 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 عمي لا لا. ارجع حبيبي ارجع فضي الاغراض اللي معك. ايش في اصوات؟ قتل لا والله عن شكلك من وين طلع؟ من وين الطريق؟ ايش راحت السكينة صح؟ هاي لعن حقها. What the hell man? Damn it!
روح جنب انت. يما الامر على الباب. اسمع وين الفيول ابو 200؟ شو هذا؟ احنا عبيناه صح؟ اوكي طيب. مش عارف شو اعمل. دامت على فكرة بدي احرقه. يب let's burn him alive. I'm gonna freaking freak him. Jesus. You bastard. Oh my god. في ناس وراي. في ناس وراي. جيكس لاحظوا انه انحرق بسرعة. خلاص حسان ليش ترجع؟ انحرق بسرعة لاحظتوا؟ أكتر أحسن من الرصاص وهيك. anyway خذ هذا الإشي مش عارف شو هو. لا ايه هذا ايش dispersal cartridge empty. ايش بدنا نعبيه؟ a cartridge for dispersing various solutions into the greenhouse it's currently empty. هذا ايش بدنا نعبيه؟ ماده ونرش فيه النباتات اللي برا هاي. طب خلص لا تركض جيكس. هدول النباتات احرقوهم الوحوش القرف منظرهم مرعب. ممتاز حسان. انا بدي احرقه لانه عصبني بس. اوه ما فيش غير فراغ واحد. او ماي جاد خل تعال 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 عشان ما تجننيش. تعال شفتوا كيف؟ بسرعة لانه كله اغصان وهيك. This is extremely nice. الحمد لله. طيب في نبتة زرقاء. يي في شيء؟ يلا عنها حقتلكم. لا لا طيب عم تنحرق انت صح؟ مفروض تموت. جيسس 330. جيسس ضلك احكي جيسس. احنا جينا من هون. اوكي الحمد لله الحمد لله. انا ما انا اكتاف شادين من الخوف بس امشي امشي ماشي. خذ هاي حطها هون ممتاز. اذا بيصير معك اي شيء بتاخذ هيلث وبزيد الدفاع. طيب شكل هاي الطريق بتفتح لما نحط المادة. استنى استنى ايش هذا؟ دقيقة دقيقة قبل ما تكبس اكس. دقيقة يا ربي ايش بالنسبة؟ ها؟ في داهية يخرب بيتك. بدي امشي من هون انا. وقف. احنا جينا من هون؟ لا. ام سوري جيكس بس ريقي كثير ناشف. على فكرة انا اوه ماي جاد يس. هي هلا هاي بنعطيها للاشي الازرق اللي معنا وبنزيد الاصفر قصدي وبنزيد شوت جان. هي شو هاد؟ لا تصحى لا تصحى يخرب بيتك. عندك قنبلة شكله صح؟ معيش فراغ انا. هي معي وحدة. في شي هون بالغرفة؟ في شي بالاحمر؟ او في نوت. شو؟ هيربيسايد سينتيسيز؟ هيربيسايد ايش له علاقة بالاعشاب؟ ايش بيقول؟ او ماي جاد هاي النبتة اللي برا اسمها بلانت 43 غير 42. هاي بعد لسه 43.
النبتة 43. وات هو اللغز؟ اللغز اشي اوكي وشحطة والله على ماش. طب كيف بدنا نعرف؟ اوه ماي جاد اوكي بحكي لي كيف اقضي عليها. بقول لي حط العلبة الفاضية وعبيها بال بعبيها بشيء اسمه يو ام مش عارف شو وبعدين كول ايميديتلي برد اللي حطيت فيه الاشي المادة بسرعة برده بسرعة. هون ايش فيه؟ بيت هي اللغز. طيب تان تان نو نو ني ني نو حفظتوها. ايش فيه؟ خلص هل عنا؟ تعالوا انا بدي اركض اللي بيجي لي بحره حرق. يا الله قصة الحرق هاي وفرت علي كتير قصص. انا على فكرة لازم انهي الفيديو والله لازم انهي الفيديو بس دحل اللغز قبل. ايش حكى هو؟ هيك يي نسيت والله. بعدين هيك بعدين هيك بعدين هيك مش هيك. او ماي جاد نسيت. هاي دامت ما زبط معي حل اللغز. نسيت بالضبط شو حطيت بس مش مشكلة. المهم عندي هلا جيكس هلا. او ماي جاد انت بوجي ديب. بيتك عبيته. ايه شو هذا؟ سكينتي سكينتي لا حد اخذ سكينتي. Go away. منيح اللي في صندوق قريب. اوكي اهم شيء بدنا نعمله نجيب شوت جون وندمج الشوت جون. حلو ناخذ هذا معنا. ضل معنا فراغ. اوكي جيكس انا مضطر انهي الفيديو لهون. فيديو طويل بس نايس. اذا عجبكم لا تنسوا اللايك والشير. انا بتشكركم كثير للمتابعة وقريبا برجع لكم بفيديو جديد بامان الله.